السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في الفيديو غادي نشوفوا واحد مشجعه مصريه ومشجع مصري خارجين طولوا عرض في الاعلام المصري، قال لهم واش معيتوش؟ باغا نطردوا هذا النادي الاهلي هو اللي حاكم افريقيا، ما خصوش يخسر، ما خصوش يتعادل، وخاصو دائما ديك الامتيازات اللي كتعطى ليه دائما، ونهار ما كتعطاش ليه كتخرجوا تنبحوا وتبكيو وتدافعوا عليه بكل قوه. الاعلام بقى غير ساكت، ما لقى ما يقول. علاش؟ لان الضربه جاتهم من الداخل ديالهم. فنسمعوا شنو قالوا هاد المصريين للاعلام المصري. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم تعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اهلا بك. طب انا عايزه بس كلمتين اقولهم لو سمحت، ممكن؟ اتفضلي يا فندم. طب بس ما تقفلش عليا تاني. لا مساجده. طب بص حضرتك، انتوا الوقت بتتكلموا على الشوال عشان الاهلي ومش الاهلي، صح؟ ها مظبوط. طيب انتوا عشان الاهلي فريق مصري والتاني فريق اجنبي، ممكن اتقبل ده. طب لما اسمه ايه مدحت شلبي لما بيعمل ماتش بين الاهلي والزمالك، سامعني حضرتك؟ سامعك يا فندم. طيب وبيحلل الماتش طول الوقت، يجامل في الاهلي ويطبل للاهلي، واكيد الزمالك ده ما بيلعبش خالص، ما بيلعبش، وعمال يحط خطط للاهلي، ها؟ وناس ان في فرقه اسمها زمالك مصريه، ما تشوفش حد من الاعلان بيطلع يقول كلمه. ازاي يا مدحت شلبي بتعمل كده؟ ازاي والزمالكاوي بيزعلوا جدا، ما حدش بيعمل لهم حساب ولا بيعمل لهم خاطر. اشمعنى واكلين في نفسكم قوي عشان الاهلي وزعلانين على الاهلي؟ الدوله كلها واقفه مع الاهلي، الدنيا كلها واقفه مع الاهلي، وما حدش معبر الزمالك. الزمالك بيقع ما بشوفش الاعلان يقف جنبه. اهو انا ما قطعتش، اهو قلت اللي في نفسك كله. فيكم زعلانين؟ لا وعمالين عايزين تحاكموا المعلق وعايزين تحاكموا الحكم. ايه ده اللي بيحصل ده؟ طيب خلينا تمام، خلينا لو طيب. انا وجهه نظر ان فرقه تقيله، برضه فرقه الوداد فرقه تقيله جدا، مش فرقه قليله، فرقه تخرج سان داونز ده برضه ما نسالش بيها. عمل ماتش كويس، جايين عارفين هم عايزين ايه. ضيعوا برضه اهداف، مصطفى شوبير النهارده ما شاء الله عليه، يعني برضه صد كره كويسه جدا وكان كويس. فلا بقى فرقه كبيره، ما ينفعش انت تقول النهارده ان هو ضيع فوز. لا فرقه كبيره بيلعب فرقه تقيله وفرقه كبيره جدا. النادي الاهلي معلش صعد برضه، وكان مستواه كان في البدايه كان مش قد كده من وجهه نظري، ما كانش كويس في البدايات، بعد كده رجع الراجل بقى يلعب باسلوب كويس جدا في امكانيات لعيبته. برضه النادي الاهلي برضه محتاج برضه في صفقات، طبعا النجوم عندك اكيد عارفين محتاجين حاجات في النادي الاهلي. فلا ان شاء الله باذن الله منه، يعني مش نفسي، بس اقول لك يعني ايه، ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. لا يعني مش نفسك بس، يعني مش فاهم. يعني انا ما اتمناش الاهلي بصراحه يكسب بما يرضي الله، عشان خاطر ما ابقاش منافق، يعني انا بقول لك بما يرضي الله، لكن يلا ربنا يوفقهم. برضه مش عروستي، يعني عروستي يا شوقي، يعني معرفش انت حطيتها. انا 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 بصراحه ما اتمناش ان الاهلي ياخد البطوله، ما اتمناهاش، لكن لو هم اجتهدوا وهم الاحسن فربنا يوفقهم. طب ليه بعد اذنك يا ابو حميد، يا شوقي ازيك عامل ايه؟ اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. انا اينو معاك يا شوقي حبيبي. يا كابتن ازيك عامل ايه؟ كل سنه طيب يا حبيبي. الحمد لله بالصحه والسلامه. انا ليه يا شوقي طب الاهلي ما ياخدش؟ لو كان الزمالك هو اللي بيلعب او الاسماعيلي كل الناس كانت هتلاقيها وراه، لكن انا اختلف معاك. هو الاهلي دلوقتي، معلش مع احترامي ليك، يعني هي ديت سنه الحياه، انت تشجع الاهلي انا اشجع الزمالك، انت ماشي، بس انا بتكلم براحتك، بس انا انا بتكلم في نقطه ايه اللي هو بيلعب باسم مصر، فاهم قصدي؟ لا بس معلش يا كابتن انا اسف، دي حاجه ودي حاجه، مالهاش علاقه بالوطنيه وبيلعب باسم مصر، هو حاجه ده. انت حر شجع اللي انت عايزه. خلي بالك انا بحترم كل نجوم النادي الاهلي وبحترم كل جمهور النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي يكسب دي بتزعلني، دي حاجه في نفسي، ما ينفعش ابقى منافق، لازم انا اقولها لك. ماشي بس انا بيبقى قرارك براحتك، ما فيش مشكله، وتشجع اللي انت عايزه، بس انا بتكلم اللي ده بيلعب باسم مصر، حكايه وطنيه ومش وطنيه. الشحات كويس يا كابتن، ولما اطلع اقول مصطفى شوبير كان كويس، ده حقهم، وده حاجه ما فيش حد ينكرها، وده حقه ياخده، واقول بما يرضي الله اقوله. لكن النهارده ان انت تيجي مثلا حد يقول لي لا شجع النادي الاهلي او تمنى، لا ما اتمناش النادي الاهلي يكسب طبعا. طيب شوقي، ايه رايك النهارده في جمهور النادي الاهلي كان في الملعب؟ طبعا حاجه عظيمه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان الاتحاد بتاعنا المحترم يساند منتخب مصر ويكون في جماهير زي كده في لمنتخب مصر، يعني ان شاء الله. هل انت توقعت مع وجود جماهير، يعني انا دايما بسمي استاد القاهره استاد الرعب،
قلت ده النهارده الوداد مش هيقدر يقف على رجله قدام الجمهور العظيم جدا دوت ولا لا 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 الوداد عنده جمهور برضو عظيم جمهور لا انا بتكلم طبعا ده اكيد انا بتكلم على ان الوداد بيلعب في استاد القاهره حضور جماهيري عدى ال 70,000 متفرج من وجهه نظري لا لا الفرقه متعوده على الجمهور انت النادي الاهلي معلش ما بيلعبش بجمهور غير في بطوله افريقيا غير كده ما بيلعبش ده ممكن يكون ضغط على النادي الاهلي مش على لعيبه الوداد ده لعيبه الوداد النهارده لعيبه تقيله متعوده على الجمهور وجمهورهم برضو جمهور يرعب يعني طب بمنتهى الاحترافيه او بمنتهى هي الاحترافيه لو هنقول ماتش الوداد والاهلي في مركب محمد الخامس حظوظ الفريقين ايه من وجهه نظرك؟ الفرقه طبعا يعني انا حاسس ان الاهلي هيكسب ده احساسي لان الراجل ده هيعرف يقفل برضه وهيلعب بنفس التكتيك اللي بيلعب فيه اللي هو يلعب بارتيتاو وحسين دي هتفرق معاه هو بيلعب على الحته دي بره ملعبه لكن الفرقه دي هتنزل ضغطه وهتكسر الدنيا ده ماتش نهائي في ملعبه يعني ايه هتكسر الدنيا؟ يعني هتلعب بكل ما اوتت من قوه يعني قصدك ان هم هيضغطوا مش هيفرطوا في الفرصه طبعا يعني. طبعا طبعا حكم المباراه شايفه النهارده ازاي؟ حكم المباراه النهارده كان من وجهه نظر سيء ما كانش قوي يا كابتن؟ سيء 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 ليه؟ يعني في بعض الحاجات كده كان ضعيف فيها وفي بعض القرارات جامل النادي الاهلي فيها جامل النادي الاهلي؟ طب يا راجل طب جامل الاهلي في ايه طب مش فاهم يعني شايف ان مثلا كان من وجهه نظر كان عايز يحسب حاجات كده على النادي الاهلي في لاعب في مثلا كور ممكن الكابتن انه يعرف مثلا في لاعب بيبقى مضغوط مدافع مضغوط ممكن اديله فرصه فاول عشان خاطر انقذه من الحته دي في مثلا لعيب مزنوق مش عارف يتحكم في الكوره اديله فاول يعني في حاجات يا كابتن كده الحكام بتعملها بتبقى حته ذكيه جدا ما ياخدش باله منها غير الناس اللي لعب الكوره ازاي ان انا اطلع اللاعب من المأزق ده ان هو مثلا خلاص هيضغط عليه خدها يتسخت منه مثلا تروح هجمه اديله فاول في حاجات كده في حاجات في حكام اجانب ما تحكيش الكلام ده طب بس معلش يا كابتن شوقي يعني الحكم ما كانش قراراته مؤثره لحساب الوداد على كلامك يعني دي كلها حاجات يعني بسيطه جدا لا كابتن لو اعتبرنا ان كلامك ده سليم يعني لا كابتن لا 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 انت بتركب فرقه على فرقه ده انت ممكن اكون انا كمدافع مزنوق وخلاص المهاجم ضغط عليا هياخد الكره مني ويروح فخلاص اطلعه منها بفاول اقرب منه مثلا اقرب من الفرقه الثانيه بفاول قريب من ال 18 في حكام بتعمل كده انت تعرف ان انا لما تابعت دلوقتي اغلب الاراء والتصريحات لكثير من يعني المحللين ورؤساء انديه واعلاميين سياسيين بيتكلموا في التوك شو السياسي كله بيهاجم الحكم يعني ان هو جه على الاهلي النهارده ماشي انت تحكم يعني انت بتهاجم الحكم عشان خاطر انت اهلاوي ده وجهه نظر ولو زملكاويه برضه هيهاجموا الحكم عشان خاطر النتيجه مش بتصالح كابتن عارف بتقول انت اهلاوي عليا انا يعني هو ما حدش متفق على الحكم كان من جماهير النادي الاهلي كابتن عارف بيشاور عليا هو بيقول لك انت اهلاوي انت بتقول عليا انا شوقي ولا بتقول على مين طيب كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات باش تخرجوا عليا بالراي ديالكم الناس اللي مازال ما مشاركوش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيعمل المحتوى ديالنا وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب